سلام عليكم، ازيك شباب؟ امير معاكم، والنهارده لسه مكملين في حلقات اسعار السيارات في امريكا. النهارده طبعا جاي لكم من حبيبتي مرسيدس بنز. هنشوف النهارده في الفيديو ده اسعار العربيات المرسيدس هنا الزيرو في امريكا، وكمان هنتفرج على اسعار السيارات المستعمله في امريكا. اسعار طبعا خطيره تعجبكم قوي. هنبص على الاي كلاس والسي كلاس والسي ال اي، وكمان هنبص على عربيات كتيره قوي من الاس يو في الجديده في امريكا هنا والمستعمله، وهتديكم فكره عن الاسعار هنا في امريكا وتقارنوها ببلادكم. فيلا معايا، بس قبل ما نروح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده. ودلوقتي يلا نشوف الاسعار. تعالوا الاول بقى نبدا باسعار السي كلاس. دي سي 300 اللي هي سي 300. خدوا بالكم عشان في ناس كتير قوي بتسالني على السي 200، ما بتجيش هنا امريكا. سي 200 الهايبريد ما بتجيش امريكا، هنا بتبدا من سي 300. طبعا الموتور بتاعها 4 سلندر تيربو، ده شكلها من ورا. دي طبعا تقريبا دي 2020. نطلع فوق هنا شويه، هنبص على سعرها دلوقتي. العربيه دي فيها الاي ام جي ريمز او الجنوط زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نشوف سعر دي كام. دي طبعا زي ما انتم شايفين 2020 سي 300. موتور هنا شوف 2000 سي سي 4 سلندر تيربو 255 حصان. سعرها كام بقى هنا؟ دي 50770 دولار، يعني 51000 دولار تقريبا، يعني حوالي 700000 وكسر في مصر. دي بالجنوط الاي ام جي، بالشبكه الاي ام جي زي ما انتم شايفين، فيها الاي ام جي باكج. تعالوا نبص على دي برده سي 300، دي ما فيهاش الاي ام جي باكج. تعالوا نبص على الفرق، شايف هنا الفرق بتاع الشبكه، شايف هنا الفرق بتاع الشبكه، الفرق بتاع الاصطدام الامامي، شايف فيه شويه الخطوط الاجريسيف او الرياضيه مش موجوده في دي. طبعا الاي ام جي باكج شكلها اشيك او شكلها رياضي اكتر من اللي هي ما فيهاش الاي ام جي باكج. الجنوط زي ما انتم شايفين هنا كده، فرق الجنوط بين الاي ام جي واللي ما فيهاش اي ام جي. كمان هنا لو تشوف العتب ده فيها البادي كيت، دي ما بينزلش فيها البادي كيت. تعالوا نشوف دي بقى سعرها كام. دي برضو 2020 سي 300. الموتور طبعا نفس الكلام بالظبط، هنا دي ب 47440 دولار، يعني في حوالي 3000 دولار فرق بين الاي ام جي باكج واللي ما فيهاش اي ام جي باكج اللي هي العاديه. طبعا من جوه برضو شكلها شيك. تعالوا نبصوا بقى على سي ال اي، سي ال اي الجديده شكلها تحفه يا جماعه، جميله. دي برضو نازله فيها الاي ام جي باكج. تعرف ازاي ان فيها الاي ام جي باكج؟ طبعا الجنوط بيبقى عليها الختم بتاع الاي ام جي زي ما انتم شايفين هنا كده، وكمان لما تبص من قدام بتلاقي فيها الشبكه اللي فيها دايموند ستار جريل، بيقولوا عليها دايموند ستار جريل. الشبكات العاديه ما بيبقاش فيها النقط اللي هي السيلفر دي زي دي كده، ده اللي تعرف بيها الاي ام جي. فدي برضو فيها اي ام جي باكج. العربيه طبعا شكلها شياكه قوي زي ما انتم شايفين. تعالوا نبص عليها من ورا وبعد كده نبص على سعرها. زي ما انتم شايفين من ورا سي ال 250 اي ام جي باكج. دي برضو اي ام جي باكج. هنا في امريكا بينزلوا الحته اللي هو في الاصطدام اللي ورا ده، دي هنا عشان سيفتي بينزلوها، معرفش ليه ما تنزلش في اوروبا ومصر. شكلها من ورا زي ما انتم شايفين. تعالوا نبص على سعر الاموره دي كام. الانتيرير طبعا شيك جدا، وانا عملت على العربيه دي ريفيو قبل كده، اللي ما شافش الريفيو ممكن يخش عندي على القناه ويشوف الريفيو القديمه اللي انا عاملها عليها. دي سعرها. تعالوا الاول نبص على الموتور. طبعا 2000 سي سي زي ما انتم شايفين، 221 حصان و4 سلندر، 4 سلندر فيها التربو طبعا. والسعر هنا 48000 دولار 175، ودي غاليه شويه علشان فيها الاي ام جي باكج زي ما انتم شفتوا سعرها كده. تعالوا نبص على الاي كلاس. دي الـ M220، معلش هنا مزنوقين شوية، شكلها جميل تحفة زي ما انتم شايفين كده. دي مش ما فيهاش AMG باكج، دي بس جنوط عادية. شكلها من ورا عربية جميلة وشيك، وهتعمل شغل إن شاء الله في السوق العربية دي. تعالوا نشوف سعرها كام بقى. دي الاول برضو الموتور 4 سلندر 2000 سي سي 221 حصان، نفس الموتور بتاع السي ال اي ال 250. سعرها هنا 40000
875 40,000 يعني 41,000 دولار. طبعا العربيات دي زيرو، كل العربيات انت شايفها هنا دي، كل ده لحد قدام كل ده زيرو. المستعمل هنا دلوقتي هوريكم كل اسعار المستعمل، سي 300 كونفرتبل اللي هي فيها السقف بيفتح واتقفل، هنبص على السي 300 العاديه، سي 300 كوب اللي هي الكوبيه عندنا بنقول عليها، وهنتفرج على شويه اس يو في قدام، فخليكم معايا. دلوقتي تعالوا نبص على الجي ال اي 250. الجي ال اي كانت تعتبر اصغر اس يو في او كروس اوفر مرسيدس بتعملها، دلوقتي عملوا عربيه جديده انا عملت عليها ريفيو برضو، الجي ال بي، هنبص على سعر دي كام. بس خلينا نتفرج على دي الاول. طبعا دي زيرو 2020، شكلها حلو وشيك. تعالوا نبص عليها من ورا وبعد كده نبص على السعر. سعرها هنا زيرو بكام زي ما انتم شايفين كده، شكلها ما اتغيرش بقى كذا سنه العربيه دي. تعالوا نبص على سعرها، نبص الاول الانتير مش باين في حاجه. تمام، دي هنا بتنزل 2000 سي سي، 4 سلندر تيربو، فيها 208 حصان، وسعرها هنا 42,700 دولار. 42,700 دولار زيرو. دلوقتي تعالوا نبص على الجي ال بي. جميلة الجي ال بي على فكرة، شكلها حلو، يعني شكلها بيعجبني أكتر من الجي ال اي. شكلها شوية في رياضي أو أوت دور زي ما انتم شايفين كده، شكلها مقطوع أجريسيف. أنا عامل برضه على العربية دي ريفيو، اللي عايز يشوف الريفيو بتاعها كامل كل الإمكانيات اللي فيها يشوف الفيديو عندي على القناة. دي شكلها من جوه أو من بره قصدي. طبعا العربية دي بينزل فيها أوبشن أنت ممكن تحط فيها كرسي تالت، صف تالت، وتشيل 7 أفراد، رغم إن حجمها صغير بس فيها الإمكانية دي. زي ما انتم شايفين جي ال بي 250. تعالوا نبصوا على سعر العربية دي كام. طبعا برضو 2000 سي سي تيربو، 221 حصان، يعني فيها أحصنة أعلى من الجي ال اي، 48,490. برضو دي ممكن تجيبها بسعر أقل من كده لو فيها إمكانيات أو باكجز أقل من دي. تعالوا نبص على دي، دي الجي ال اي 350، برضو مرسيدس لازم طلعها من حوالي سنة كده. العربية دي جميلة قوي، هنبص على سعرها دلوقتي. طبعا دي عربية يعني تعتبر ميد سايز اس يو في، مش أكبر حاجة مرسيدس بتعملها، ولكن دي الأقل من الجي ال اس، يعني دي الجي ال اس أكبر سايز، الجي ال اي السايز اللي تحت الاس كلاس الاس يو في. طبعا شكلها جميل وتحفة. العربية دي على حجمها الكبير ده هي بينزل منها هنا أمريكا في جي ال اي 350 وفي جي ال اي 450. 350 دي بتنزل ب 4 سلندر بس، 4 سلندر 2000 سي سي، رغم ان العربيه حجمها كبير. 4 سلندر 2000 سي سي 255 حصان، سعرها هنا 70,000 دولار. طبعا العربيه سعرها مش رخيص خالص، ولكن انت بتتكلم على اس يو في من مرسيدس كبيره، طبعا بتنافس مع الرينج روفر وبتنافس مع عربيات كبيره قوي في السوق، الاودي كيو 7. تعالوا نكمل ونشوف مال دي. دي سي 43 اي ام جي. العربيه دي صاروخ ارض جو، 8 سلندر، فيها 385 حصان تقريبا، بس شكلها تحفه. إيه عندك بقى طبعا الريمز بتاعت الاي ام جي، العربيه كلها بيضه، فيها فوق البانوراميك روف معموله بالبلاك لون الاسود، ورا الرير ديفيوزر معمولين بالاسود، شكلها شيك قوي، لمسات بسيطه بتخلي العربيه روح تحفة. من جوه هوريكم سعرها دلوقتي. من جوه طبعا كلها بلاك انتيرير وفيها الريد ستيتشنج الاسود الاحمر ده، والحزام الامام احمر. عربية شكلها تحفة. تعالوا نشوف الامكانيات. 3000 سي سي، 6 سلندر تيربو باي تيربو، وفيها 385 حصان. 385 حصان سي 43، سعرها هنا 60,000، 61,000 دولار، 61,000 دولار، بس صاروخ ارض جو تحفه. دي نفس الكلام برضو، اللون ده حلو قوي بالريد انتيرير اللي هو الداخليه الحمراء اللي جوه دي، فيها طبعا الاي ام جي. اديهم ثامز اب. دي مستعمله، دي سي ال اس، سي ال اس 2017،
سي ال اس 2017 550 عليها كم مايل الاول؟ عليها 26000 مايل ب 48000 دولار. 48000 دولار زي ما انتم شايفين شكلها من جوه تحفه. تعالوا نبص هنا. طبعا العربيه من جوه، من قصدي من بره، يعني تقول هي مستعمله بس تقول زيرو. فيها ال ام جي جريل قدام، ام جي ريمز، السي ال اس يا جماعه عربيه ضخمه، عربيه طويله كبيره رياضيه. دي سي ال اس 550 مستعمله ب 43000 قلنا 48000. اي كلاس الشكل القديم، اي كلاس هنا 350 بتنزل 6 سلندر برضو. تعالوا نبص على السعر دي كام، نشوف ماشيه مايلات قد ايه. دي 2014 ماشيه 64000 مايل وب 22605 دولار. 22000 دولار بس العربيه الجميله دي. لما تشوفها من بره تقول زيرو بجد. بص العربيه من بره جسمها عامل ازاي، شكلها عامل ازاي. 2014 ب 22000 دولار. عربيات مستعمله المرسيدس هنا في امريكا سعرها بيرخص كتير جدا. دلوقتي تعالوا نبص بقى على اسعار السيارات المستعمله، كل ده مستعمل، كل الصف ده عربيات مستعمله. هنبص على السي كلاس وال الجي ال سي، العربيات اللي هي الجار الرباعي المستعمل. المرسيدس هنا في امريكا كام؟ تعالوا نبص على دي، دي جي ال سي 2016 زي ما انتم شايفين. العربيه طبعا شكلها شبه زيرو. تعالوا نشوفوا ماشيه كام وسعرها كام. ماشيه 53000 مايل، سعرها 29700، يعني حوالي 30000 دولار. دي سعرها غالي شويه. تعالوا مثلا نشوف حاجه زي كده، دي سي 300 كوب او كونفرتبل، ام سوري، دي اللي هي فيها السقف بيتفتح، الكوبريليه 2017. تعالوا نبص عليها من قدام الاول وبعد كده نبص على سعرها. عربيه طبعا زيرو، يعني انت شايف حاله العربيه عامله ازاي. فيها الكراسي جوه لونها اللي هو التان الابيض ده، شكلها حلو. تعالوا نشوفوا دي ماشيه 35000 مايل، سعرها 37500 دولار. 37500 دولار العربيه دي مستعمله. تعالوا نبص على دي سي 300 فور دور سيدان، دي العاديه ما فيهاش اي ام جي باكج ولا حاجه، 2017. طبعا العربيات دي بتيجي بضمان من الوكيل، من مرسيدس كمان، فبيبقى عليها ضمان، يعني مش تشتريهاش كده وتمشي. عربية طبعا حالتها جميلة جدا. دي ماشية 28000 مايل وب 26250 دولار. ده اللي أنا بتكلمه. العربية دي لو أنت تيجي دلوقتي تشتري 2020 تقريبا نفس الشكل، ما فيهاش أي تغيير، ولكن هتدفع فيها أكتر من 50000 دولار. أنت بتيجي تشتريها دلوقتي عليها 20000 مايل، يعني تعتبر لسه ما مشيتش حاجة، وبتشتريها بنص الثمن. فالمستعمل في الالماني مفيد جدا لان هتوفر فيه فلوس كتيره. تعالوا نكمل. عندك هنا الاي كلاس اي 300 2017. تعالوا نبص على دي من قدام وبعد كده نبص على سعرها بسرعه. زي ما انتم شايفين طبعا عربيه زيرو او شبه زيرو. 2017 ماشية 40000 مايل وب 33000 دولار. العربية دي سعرها يعدي، العربية دي سعرها يعدي 60000 وهي زيرو، تمام؟ يبقى سعرها برضه نص الثمن. تعالوا نبص على الجي ال اي مستعمل، دي 2017 جي ال اي 250 جار رباعي. زي ما انتم شايفين كده عربيه جميله شكلها نظيف. هنشوف سعرها وماشيه كام مايل. ماشيه 27000 مايل وب 27000 دولار. يا ريت كان جوه يبان، بس عربيات من جوه نظيفه قوي. طبعا لما بتيجي للمعرض بيعمل لها حاجه اسمها ديتيل، ينظفها من بره ومن جوه، ولو فيها اي خبطات من بره بيصلحوها. جي ال سي كل ده مستعمل، عندهم 3 جي ال سي مستعمل. تعالوا نبص عليهم، العربيه دي بتتباع كتير قوي حاليا في امريكا. دي معلقة السعر. تعالوا نبص على دي، دي نفس القصة جي ال سي
دي هتلاقيها غالية شوية لأنها 2019 ماشية 9000 مايل و42000 دولار، يعني برضو انت موفر لك أكتر من 10000 دولار بينها وبين سعر الزيرو. دي عليها سعر 2016 GLE، شكل طبعا جميلة وتحفة، عربية نظيفة قوي، أنا بحب كمان البادي ستايل ده زي ما انتوا شايفين. عندهم كذا واحدة، تعالوا نبص على سعر دي كام. دي 2016 مش باينة شوية من الجلير، 51000 مايل ماشية و 28800 دولار. 28000 دولار سعرها حلو. تعالوا بقى نبصوا على اكبر SUV بتعملها مرسيدس. ده كل الشكل القديم، الشكل الجديد لسه ما طلعش منه مستعمل. فعندك الجي ال اس 450 450، وعندك هنا 550. تعالوا نبصوا عليها، دي اكبر SUV اللي هي فيها الصف الثالث. طبعا شكلها قريب شويه من الجي ال اي القديم، فيها البورد برضو ده شكلها من جوه تحفه. سعرها كان بدي 2017 ماشيه 53000 مايل وب 41000 دولار. 41000 دولار العربيه دي زيرو، برضو بتبدا من 75000 دولار، يعني من 70000 دولار وطالع لحد ممكن تحط فيها امكانيات لحد ال 100000، فدي ب 40000 مستعمله بس. وهي دي كانت الجوله بتاعتنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا المعارض لسه قافله بسبب الكورونا فمفيش ريفيو على العربيات، بس في ناس كتير قوي عجبتهم الستايل بتاع الفيديو ده، ان هم انا اروح لمعرض او توكيل واوريهم الاسعار الجديده والمستعمله للعربيات هنا في امريكا. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه دي وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولو عجبك الفيديو ده اعمل له شير عشان اصحابك يشوفوا اسعار العربيات هنا في امريكا المرسيدس كام. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي. سلام عليكم.